في ساحة للعلم كنا نلتقي. الغيب ما هو ما غاب عن الحواس فقط، ما غاب عن الحواس وعن العقل أيضا. نصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لها أمور تختص بها، فهي ينبغي أن توثق. وما يجد فيه من خلاف في النسخ يثبته أين؟ في الهامش. ثم النسخة الثانية، لماذا يسمون البدو الروح؟ لأنهم يتتبعون مواقع القطر والكالة. الأصوليون قسموا قسمين في دراسة المناهج، في دراسة النص. نحن نتكلم عن الجمهور ويقابلهم الحناف، الحنفية، مدرسة الحنفية أو المذهب الحنفي، يعني أتباع أبي حنيفة رحمة الله عليهم، وعلى رأسه يعني رأس المذهب أبي يوسف محمد بن الحسن وزفر وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا. وهؤلاء من كبار أهل العلم، هؤلاء من كبار أهل العلم ومن كبار السلف الصالح رضي الله عنهم في ذلك الزمن. وخلاف أهل العلم ينبغي أن ينزل منزلته، وأن لا يتجاوز به حدوده، وأن لا يجعل يعني بين يدي الغير طلبة العلم، غير العارفين، غير العالمين. هذا خلاف أهل العلم في المسائل يعرفه أهل العلم ولا يتجاوز به حدوده وهكذا. أما مبدئيا أنهم رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم، رضي الله عنهم أي دعاء ندعو لهم ذلك. أما على وجه الحقيقة الله أعلم بحاله، نحن لا نشهد لأحد بالجنة ولا بالنار إلا بما هو موجود بالنص في القرآن والسنة أو الإجماع. هكذا حينما نقول لعالم رضي الله عنه مثلا، هذا دعاء يعني نسأل الله له الرضا. لكن إذا قلنا رضي الله عنه في الصحابة، رضي الله عنه في الصحابة، لأنه هذا مذكور في القرآن الكريم. إذن مدرسة الجمهور قسموا النص إلى أقسام. أولا قالوا نص، ثانيا ظاهر، ثالثا مجمل، ورابعا مؤول. نص وظاهر ومجمل ومؤول. نص هنا بالمعنى الدقيق الذي أشرت إليه في مقدمة المحاضرة، مقدمة هذه الحلقة، أن النص له معان. من معناه أن يعني الجملة مثلا، الخطاب الذي لا يحتمل غير معنى واحد، مثلا قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، الله أحد، قل أمر، الله أحد، تحتمل معان كثيرة أم تحتمل معنى واحد؟ تحتمل معنى واحد، يعني مهما كان العربي لا يفهم منها إلا الإقرار بوحدانية الله تبارك وتعالى، لا أكثر، لا يمكن أن نأخذ منه إلا هذا الفهم الواحد. إذن سموا هذا نص، بمعنى نص أنه من آثار النص أنه قطعي في دلالة الحكم، أي أن الوحدانية نأخذها من هذه الآية قطعا، موش على سبيل الظن. وحدانية الله نفترضه، لو فرضنا أن الوحدانية غير ثابتة إلا بهذه الآية، لو افترضنا أن الوحدانية أخذناها من هذه الآية فقط، من هذه الآية خلاص افتراض، وإلا الوحدانية ثابتة بالعقل والنص والنصوص كثيرة، آيات حديث كثيرة جدا. نحن في مقام جلي، كن نمثل بالجلي حتى يعني نفهم الخفي. لو فرضنا أن هذه الآية فقط، إذن قل هو الله أحد هذه تفيد الوحدانية، دلالتها على الوحدانية على سبيل الجزم، على سبيل الجزم، بمعنى لا يمكن أن نفهم غير ذلك 100%. احتمال الخطأ كم؟ صفر، إذا حبينا نعبر عليه بالحسابات. احتمال الدلالة على الوحدانية 100%، احتمال أنها تدل على غير ذلك صفر. فسموا هذه الدلالة في هذه الآية نص، هكذا.
وأنها قطعية في دلالتها على المراد أو على ما حملناه. نحن فهمنا اسمه حمل، الآن نحن نحمل أي نفسر، الحمل هو التفسير، خلاص نفهمه. حملنا الآية على الوحدانية، حملنا الآية على الوحدانية قطع 100%، لأن اللغة والتركيب سواء المفردات هكذا والتركيب الإسناد الموجود لا يفيد إلا ذلك. قالوا هناك آيات ونصوص أو آيات أخرى وحديث ظاهر، مثلا وأقيموا الصلاة، هذا أمر، أقيموا أمر ولا لا؟ أقيموا هو أمر، الأمر من قبل الله يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب أم يفيد الإباحة؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلفوا لوجود أن بعض الأوامر تفيد الوجوب وبعض الأوامر تفيد الاستحباب وبعض الأوامر تفيد الإباحة. فإذا حللتم فاصطادوا، هل نجب على الحاج والمعتمر إذا أنهى نسكه أن يذهب إلى الصيد؟ لا، محل إجماع، لا يجب على المعتمر أو الحاج من أنهى نسكه، من تحلل من نسكه، أن يذهب إلى الصيد. إذن فاصطادوا هو مباح. في ساحة للعلم كنا نلتقي، خلاص، وجد في النص القرآني في الخطاب القرآني والسني حتى، هناك أوامر تفيد الوجوب، هناك أوامر تفيد الاستحباب، هناك أوامر تفيد الإباحة. هذه الأوامر تفيد كذا وكذا، لا شك أن هناك معضدات خارج، ولكن في هذا المقام نريد أن ننبه فقط وأن نمثل. فهذا الأمر اختلف فيه العلماء، لو جاءنا أمر ولا يوجد له معضد، لو جاءنا أمر سموه المجرد، الأمر المجرد عن قرينة البيان، هل هو وجوب؟ هل هو مستحب؟ هل هو مباح؟ قرينة تبين يعني أحد الاحتمالات الثلاث، ما فيه، في أمر مجرد عن هذه القرينة فقط، ليس أي قرينة، عن هذه القرينة، لأن لا يمكن لي أي قول أن يكون مجردا عن كل القرائن. قرينة هي أمارة خلاص تقترن بالخطاب، إما لفظا أو سياقا أو حالا، ما يمشي، قد تكون في المتكلم، قد تكون في المتكلم معه، قد تكون في الكلام، قد تكون حال يعني الحال الذي قيل فيه هذا الخطاب وغير ذلك، معنى هو أكبر. كاين هذه الرسالة يعني في دراسة القرائن، خاصة في دراسة القرائن يعني جمعا وترتيبا ومهم كل ما يتعلق بالقرائن وغير ذلك. قلنا فقالوا لو ورد أمر مجرد عن قرينة تعيين، قرينة تعيين المراد، هل هو واجب أو مستحب أو مباح، على ما نحمل الأمر؟ منهم من قال على الوجوب، ومنهم من قال على الاستحباب، ومنهم من قال لا نحمله لا على الوجوب ولا على الاستحباب. نتوقف هكذا، نتوقف. أنا لا يهمني الآن أراء هؤلاء العلماء، لكن يهمني لما احتمل الأمر، احتمل معنى يجوز كذا ويجوز كذا، احتمل أكثر من واحد، إذن قالوا هو ظاهر فيما ترجح عند كل طائفة. عند الجمهور شو يقولوا؟ هو ظاهر في الوجوب، عند الجمهور هم يقولوا الجمهور، وإلا اختلوا الدبزوا هكا، اختلوا في الجمهور، منهم الجمهور، الجمهور معنى الأغلبية عددا، 1 2 3 4 5 6، وهنا في محل الخلافة دائما دعاوى الجمهورية، هذا يدعي الجمهور وهذا اللي يدعي الجمهور، فهم كانهم يحسبون بعضهم بعضا، 1 2 3 4 5، قال احنا 100 وانتم ما عندكم 30، اذا احنا الجمهور هكذا. هذه لا نلتفت اليها، فقط مصطلحات هم، ولا احنا عبرنا بالدليل موش بالجمهور، بالدليل خلاص. وان كان الجمهور له مقام، هل يترجح تترجح به احد الكفين، الكفتين، اذا خلت المرجحات لم يبقى الا العدد، هل يمكن ان يكون مرجحا ولا لا؟ لكن هذا بعيد، في النصوص الشرعيه نحن نتكلم بما هو كائن، ليس بما يمكن في العقل، بما هو يجوز عقلا، نتكلم عن اشياء، عن نصوص موجوده مجموعه سنن
سنن كلها موجوده، الموطئات والصحاح والمسانيد والمجامع والمستدركات وما كتب في السنة موجودة يعني، والحمد لله. يعني نحن ما نتكلم عن شيء عقلي قال افتراضي، لا خلاص. إذن واحدين قالوا الظاهر للوجوب، واحدين قالوا ظاهر للاستحباب، هذا منسوب للإمام مالك كما نسبه ابن القصار في مقدمته. الإمام مالك قال أن الأمر يفيد الوجوب الاستحباب وهكذا. نحن لا يهمنا الآن ما هو الراجح والمرجوح، خلاص. نحن نترجح أن الأمر يفيد الوجوب، هذا الراجح، ولكن لا يهم. إذن هنا قالوا الأمر ظاهر، قالوا واحد مجمل، مجمل بمعنى أن دلالته غير معروفة متوقف فيها، موش معروفة مجهولة 100%. مثلا على سبيل المثال قالوا وآتوا حقه، قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، حقه كم حقه؟ والله مجمل، نحتاج إلى دليل يفسر لنا الحق. قلنا كم حق؟ جاءت السنة فبينت الحقوق، لكن لولا السنة، لو لم ترد السنة المبينة للمقدار المستحق لما علمنا. إذن صار هو واش؟ مجمل، خلاص يحتاج إلى البيان، مجمل يحتاج إلى البيان، النص يحتاج إلى البيان، النص في أعلى البيان، أعلى درجة البيان هكا. والظاهر يحتاج إلى بيان؟ لا يحتاج إلى بيان، ظاهر قوي، لأن الظاهر هو القوي، خلاص. لأن الظهور هي جت من القوة هكذا، ظاهرين عليه، ظاهرين أي غالبين متقوين، فهذا ظاهر قوي لا يحتاج إلى بيان. والمجمل الذي لا يفهم منه شيء، قد يفهم منه أشياء ولكن متساوية كالمشترك، مشترك اللفظي هكذا. مثلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما سلف، ما نكح آباؤكم، ما نكح معنى ما تزوج ولا ما وطأ، العلماء اختلوا، منهم اللي راحك ومنهم اللي راحك، احنا نعرف التمثيل. فنكح الروح مجملة تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى الفلاح وتاجنا قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بعض أهل العلم ويقال في كتب الأصول أنهم الجمهور، لكن هذه الجمهورية فيها 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 توقف شوية، معليش احنا ما رحنا والو. يفيد الوجوب إذا تجرد من كل دليل معين للحكم أو للمراد، وذهب غيرهم إلى أنه يفيد الاستحباب، وهذا منسوب للإمام مالك، قلنا في ما نسبه إليه ابن القصار رحمة الله عليه في المقدمة، ونسبه غيره من غير المالكية يعني لمالك هكذا. فهذا الظاهر عندهم، هؤلاء الظاهر عندهم الوجوب، وهؤلاء الظاهر عندهم وش؟ الاستحباب. لكن جميعا حملوه على الإباحة، هذه الآية التي ضربناها، جميعا جميعا قالوا هنا فاصطادوا مباح، أي أخرجوا الأمر من الظاهر إلى غير الظاهر. حينما أخرجوا الأمر من الظاهر إلى غير الظاهر، هنا هذه العملية اسمها تأويل، سموها واش؟ مؤول، مؤول على أولوه، أي أخرجوه مما هو ظاهر فيه إلى ما ليس هو ظاهر لدليل، لدليل معتبر، لدليل معتبر. إذن القسمة رباعية، نص وظاهر ومجمل ومؤول، هذه يعني مقامات الوضوح عند الجمهور. وقالوا الدلالة في الألفاظ، هناك ما يدل بمنطوقه وهناك ما يدل بمفهومه. النص أي الآية أو الحديث، هناك ما جملة من الآيات تدل بمنطوقها وهناك جملة من الآيات تدل بمفهومها. وهذا المنطوق أي دلالة اللفظ في محل النطق، في محل العبارات التي نتلفظ بها، سواء تلفظنا بها أو لا تلفظ لا يهم، لكن النطق بمعنى
أن نتلوها، أن نقرأها، هذا هو المقصود. هناك ما يدل يعني في محل النطق بالصراحة صريح، وهناك ما يدل في محل النطق غير صريح. هذه الأربعة اللي تكلمنا عليها خلاص، هذه مراتب الوضوح، خلاص النص والظاهر، هذا من باب الصريح. صريح بمعنى قل هو الله أحد تفيد الوحدانية صراحة، ومنطوقا بمنطوقها من باب الصريح تفيد أن الله سبحانه عز وجل واحد لا شريك له في الآية، قلنا سورة الإخلاص هكذا. إذن في محل النطق هذه الدراسات قلنا أنا ننبه عليها، لأن انفرد بها الأصوليون على غيره من اللغويين ومن البلاغيين وغير ذلك، لأن لا تهمهم، ما هو جاهلين بها، لأنهم لم يكونوا يحتاجون، هم درسوا اللغة من جانب آخر، أصوليون درسوا اللغة من هذا الجانب من الأحكام التي نرى المفهوم، درسوا اللفظ في مفهومه. الآن المفهوم معنى ما يفهم دلالة اللفظ في غير محل النطق، معنى ليست العبارة المنطوقة هي التي تدل على الحكم، ولكن يدل عليه يعني نقيضه، نقيض المنطوق، ما هوش عكس، احنا ما قلناش عكس، نقيض، فرق بين عكس والنقيض هكذا. نقيض المنطوق مثلا مثلوا بقول الله تعالى مثلا، على سبيل المثال قبل المفهوم، قبل ما نقول النقيض، هذا المخالفة، نقيض ولكن يعني المفهوم قد يكون موافق قد يكون مخالف، النقيض في المخالف. المفهوم هو دلالة اللفظ في غير محل النطق، قد يكون هذا في غير محل النطق هو موافق للمنطوق يسير معه يتجه نحوه، وقد يكون نقيضه مخالف له في النقيض الذي يسير معه. مثلوا بقول الله تعالى يعني في حق الوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف، نعم علشان قالوا أف تفيد حرمة الضرب من باب أولى، ولا لا، حرام أن تقول أف للوالدة والوالد، فمن باب أولى الشتم والضرب والإهانة بوسائل أكبر، هذه موافقة من باب أولى. ولا تاكلوا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم، الذين يأكلون والذين يحرقون جائز، واحد ما حبش يأكلها يحرقها يتلفها بنوع آخر جائز؟ قل لا يجوز. قل ما الدليل؟ الآية الكريمة، هناك أدلة أخرى كنا حابين نمثلوا بها، هذه الآية، هذه قال أين تدل؟ نقول حرم الله الأكل بغير حق ظلم، فكذلك كل إتلاف ظلم لا يجوز، لا يجوز، لأن يعني بالمساواة، منطوق مفهوم بالمساواة، وهناك بالأذنى وهكذا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، المخالف في النقيض، في نقيضه، من قال لك لا تأتيني ظهرا مثلا، أنت عندك ما عندك موعد معه، قال لا تأتيني ظهرا، ما معنى ذلك؟ أتيني صباحا مثلا جائز، لو جئته صباحا ثم لامك قال لماذا جئتني صباحا، تقول له قلت لي لا تأتيني ظهرا، إذن بقي لي الصباح، نقيده معناه كأنك قال له حينما قال لك لا تأتيني ظهرا كأنه قال لك ائتيني صباحا هكذا. هذا مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة لم يقل به الحنفية ولم يقل به الظاهري ابن حزم، قال به الجمهور على خلاف في بعض المفاهيم، لأن هذه المفاهيم عشر أنواع من المفاهيم، مفهوم العلة، مفهوم السبب، مفهوم الشرط، مفهوم المانع، مفهوم الضرب في المكان، مفهوم ضرب الزمان، وهكذا إلى أضعف هذه المفاهيم، مفهوم اللقب، خلاص مفهوم اللقب، الأسماء كي تكون ألقاب، مفهوم اللقب لم يقل به إلا شواد قليل، واحد ولا زوج، الجمهور قال لم يقولوا به. ضابط القول، ضابط القول يعني
لماذا قال هؤلاء؟ مثلا بعض العلماء قالوا على سبيل المثال مفهوم الحصر قوي، قال به كل القائلون يعني بالمفاهيم، مفهوم الحصر، مفهوم العلة، مفهوم السبب، الجمهور تاعهم قالوا لماذا كل ما أشعر بالعلية قالوا به، يعني كل ما كان هناك علاقة بين المفهوم ونقيض، بين المنطوق ونقيضه، بين المنطوق ونقيضه ومفهوم علاقة علية قالوا به هكذا. فلما كانت العلة مدركة، العلة احنا كي شغل رانا في المفهوم رانا داخلين في باب القياس، مازال ما وصلناش للقياس، كي رانا رايحين لها، رانا كل ما قالوا المفهوم كل ما قويت العلة كل ما قوي التعليل صح الاستدلال بالمفهوم، صح الاستدلال بالمفهوم، فكان مناط التقوية للقول هو التعليل، هو التعليل. فالعلماء في الاستفادة من النص، استفادة من النص كآية أو حديث هكذا، فقالوا بظاهره، قالوا بنصه وقالوا بظاهره هكذا، وقالوا هذا المنطوق، وقالوا بمفهومه، بمعنى أنهم استثمروا النص من جوانب عدة ولم يهملوا أي جانب من الجوانب التي يمكن أن نستفيد من النص من خلاله حكما. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتقي.